سكين كير مع بعض التايب اوف بايوبسس، واتفقنا على اول نوع كنا مسمينه فاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي، لان هو كان هيجيب لي سيلز بس واقدر اعرف ان كانت نورمال سيل ولا مالجنانت سيلز. لكن في لو انا محتاج اخد شكل اكتر من كده اركتكتشر يبقى واضح شكل التيومر، او انا محتاج اتعرف عليه بالكلاستر اوف ديفرنشيشن او السيلولار ريسبتورز، او ان انا اعمل له بعد كده واتس كولد امينو هيستوكيميكال بانل اشوف الريسبتورز اللي اراوند او على الكانسر سيل، فمش هيساعدني الفاين نيدل، لكن ممكن اعتمد ان انا اخد واتس كولد كور بايوبسي، والكور بايوبسي هتبقى اولسو نيدل. احنا بناخد دي في البريست كانسر، وممكن يعني كنا بنستخدم في الليمفوماز لايك ذات، لكن الليمفوما بتبقى محتاج ان انا اشيل الليمف نود كامله عشان اقدر اعمل لها هيستوباثولوجي واعمل لها سيديهات كتيره جدا، لان الهيماتولوجيكال مالينسز بتتميز عن بعض بكلاستر وديفرنشيشن مختلفه جدا. طيب تعالوا نتكلم عن الانسجنال بايوبسي، ونقول انه الديبر ليجنز او الاماكن اللي هتبقى بعيده عليا هعمل انسجن. كنا زمان بنعمل في البنكرياتيك كانسر، انا مش عارفه اوصل البنكرياس. البنكرياس is one of the retroperitoneal organs، يعني هو موجود ورا البريتونيوم، يعني مختفي كمان ورا الليفر ورا الاستومك، فمش بيبقى سهل انه يتوصل له لا فاين نيدل ولا باي حاجه، بالاضافه كمان لانه بيعمل هيموبريتونيوم لو دخلت النيدل، وبيعمل كمان سيدنج للسيلز المالجنت انسايد البريتونيوم، ودي مشكله كبيره. فبقينا بنوصل واتس كولد التراساوند سبيسيفيك تايب بنسميه اندوسكوبيك التراساوند، بدخل باندوسكوب بالترا ساوند وبعد كده اشوف التيومر فين واعمل انسجن واخد بايوبسي. يبقى الديبر ليجنز اللي ممكن اوصل لها بانسجنال بايوبسي. في حاجه اسمها اكسجنال بايوبسي. اكسجنال يعني انا شلت الليجن كله وحللته، وده يعتبر نوع من انواع السيرجري وفي نفس الوقت بايوبسي. يعني سي انا عندي حاجه لايك لايبوما او سكين ليجن تتشال كلها بالسيفتي مارجن واعمل لها هيستو باثولوجيكال اكزامينشن، يبقى شلت الليجن اللي انا شاكك فيه، وده بيحصل جدا في الجنرال سيرجري، بيبقى سهل جدا. وتعالوا نهتم بنقطه مهمه جدا، انه في ناس كتير جدا من الجراحين يعني في الايرا القديمه قوي، ان انا بقى باي كلينيكال اكسبيرينس دي شكلها حاجه بيناين فانا شلتها وما حللتهاش. لا، هو مفيش حاجه بتتشيل مش بتتحلل، وات ايفر ات ايه، يعني مهما كانت شكلها بيناين، شكلها يعني هيستوباثولوجيكال اكزامينشن ان سيرجري extremely mandatory، لازم كل حاجه تتشال تتحلل. فالاكسجنال بايوبسي يعني انا لقيت ليجن شلته بالكامل والسيفتي موجن، وبعد كده عملت له هيستوباثولوجيكال اكزامينشن. مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا ان الحاجات اللي كلها موجوده على السكين ممكن يحصل فيها سكار، لاني باخد جزء من الفايبرس تيشو اللي تحت الكيراتين وتحت السوبرفيشال سكين، فده بيعمل بعد شويه وقت يعني بيعمل سكار. وعلشان كده برضو بيبقى فيه رولز معينه، انا داخل بالانسجن ازاي، ببقى ماشي لونجيتيدنال اكسس مثلا مش هوريزونتال اكسس، عشان بعد كده لما يحصل هيلينج الهيلينج يبقى بروبر وكل حاجه بترجع والتيشو بلان من غير ما يحصل مشاكل سكور. اتفقنا برضو على الكومبليت لينف نود ديسكشن، وانه اللينف نود ديسكشن ده يهمني في الكولون جدا طبعا، ويهمني في البرست كانسر، يهمني في كل اريا، وده بيمبروف السرفايفل وبيساعدني على البروبر ستيجنج. لكن في نفس الوقت ممكن ان انا افويد البروبلمز اللي بتحصل بسببه بواتس كول اتفقنا سنتينال لينف، بقينا بنحقن داي معينه انسايد ذا تيومر سيلز، وبعد شويه وقت ادور على الداي دي في الليمف نودز. فهي لو وصلت الليمف نود، الليمف نودز مصابه وهضطر اشيلها طبعا بالكامل، او هي مش مصابه فانا مش محتاج ان انا اعمل ليمف نود ديسكشن. طب ما نعمل ليمف نود ديسكشن وخلاص، عينين البريست كانسر بيعيشوا طول عمرهم بكومور بالليمف ديما، كومبليكيشنز كتيره جدا خاصه لو كان في ايرلي ستيج ومش محتاجه تشيل ليمف نودز، فهتعيش بقيه عمرها بليمف ديما من هير اون. يبقى الافضل علشان اقلل احتماليات الكومبليكيشنز ان انا اقلل الديسكشن. في حاجه كمان في البرنسبلز، ان انا بقدر الامكان اقلل الانفيزنس. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي تيومر قليل صغير، ايه الداعي ان انا اعمل موديفايد راديكال ماستكتومي اشيل البريست كله؟ في سبيسيفيك جايد لاينز، يعني سي مثلا تيومر 2 ماكسيمم 5 سنتيمتر ومفيش لينف نودز، يبقى خلاص اعمل واتس كول بريست كونزرفتيف سيرجري. بريست كونزرفتيف يعني بس هشيل التيومر وممكن اشيل اللينف نودز، لكن هحتفظ بباقي البريست تيشو.
نكمل مع بعض. يبقى الكومبليت نودال ديسكشن احنا اتفقنا انه هيكون الكومبليت نودال ديسكشن بيبقى مهم فور بروبر ستيجنج ومهم جدا علشان السرفايفل، وانا مش بعمد ان انا اعمله في كل الاحيان. لو قدرت اعمل سنتينل لينف نود مابينج او سنتينل لينف نود بايوبسي. هنتكلم كلمه بس بسيطه عن كانسر بريفنشن، وهقول لكم هل في انواع معينه من الجراحات بتتعمل بروفيلاكتيك علشان العيان ما يجيلوش كانسر. يس، يعني لو في حد عنده بوزيتيف فاميلي هيستوري وبعد كده انا اكتشفت انه كان عنده جيناتيك بريديسبوزيشن هيساعده بعد شويه وقت انه يديفلوب سبيسيفيك كانسر لايك كولون كانسر في سندروم اسمه فاميليال ادينوماتس بوليبوزيس كولايجي ميوتيشن. ده بيحصل فيه انه في انواع من الميوتيشنز بتحصل على مستوى الجين زي ما اتفقنا في الموليكيولر، انه يكون وان اوف ذا تيومر سبريسيف جين في مشكله او بروتين اونكوجين في مشكله، وده هيؤدي بعد شويه وقت لظهور كانسر بنسبه 100%. او في البراكا ميوتيشن 1 و2 اللي بيحصل في البريست كانسر، البيشن دي انا متاكد خلاص بنسبه 100% كان عندها فيرست ديجري ريلاتيف او سكند ديجري ريلاتيف، لكن انا متاكد ان هو هيجيلها بريست كانسر في وقت معين من عمرها، فممكن اعمل لها بايلاترال ماستكتومي. ممكن لو حد عنده فاب جين ميوتيشن اعمل توتال كولكتومي، اضطر اشيل كل الكولون، وممكن اعمل بايلاترال اوفاركتومي برضو لما يكون في تايبس من الميوتيشنز، يعني مثلا بايلاترال ماستكتومي في البراكا 1 والبراكا 2، توتال بروكتوكولكتومي في الفاب جين ميوتيشن، ممكن اعمل بايلاترال اوفاركتومي وهيستركتومي كمان اندوميتريال كانسر وابدومينال كانسر برضو لو عندي انواع معينه من البي 10 ميوتيشن ومن برضو البراكا ميوتيشن، وتايرويدكتومي لو في الريد بروتو اونكوجين ميوتيشن. يبقى في انواع معينه من الجين ميوتيشنز لو انا عملت تيست باثولوجيكال اناليسيس العيان ده هعرفه ازاي وهفتشه ازاي. بدأنا دلوقتي نعمل زي ما اتفقنا سكرينينج بروجرامز. يعني ايه؟ يعني حد جاي في سن معين ليه كرايتيريا، حد جاي في سن صغير سي في الكولون كانسر اقل من 40 او من 50 سنه وعنده بوست فاميلي هيستوري اوف فيرست اور سكند ديجري ريليتيفز، ممكن اجيب باقي الناس في العيله افحصهم اعمل لهم كرونوسكوبي، ولو حد طلع عنده بوليباي ابدا اعمل لها اكسجن واعمل لها هيستوباثولوجي. هو نفسه كان عنده سبيسيفيك جين ميوتيشن، خلاص انا متاكد انه هيبقى ماشي في العيله، فهجيب الفاميلي كلها اعمل لها باي ديس، يعني او حتى في سن اقل من هذا السن اقل من 40 سنه وسي من 50 في بعض البيبرز دول اعمل لهم كولونوسكوبي ريجولر، وفي نفس الوقت لو في حاجه اخد بايبسي، وفي نفس الوقت ممكن لو حد انا متاكد بنسبه 100% انه عرضه لكده يتعمل له توتال بروكتو كولكتومي. وكذلك في البريست كانسر بيشنت، هي عيانه بتيجي في سن صغير بيبقى عندها بوست فاميلي هيستوري، وانا لو عملت لها موليكيولر اناليسيس وطلع عندها براكا ميوتيشن يبقى فكر ان كل العيله كمان البنات اللي سنهم اصغر من سنها مينيمم 10 سنين نبدا نعمل لهم سكريننج من الوقت ده بالترا ساوند بالماموجرافي، وبعد كده لو في حاجه بوزيتيف ابدا افكر هل ممكن اعمل بروفيلاكتيك سيرجري ولا لا. يبقى السيرجري مش بس للتيومر، ده انا ممكن كمان اعمل بروفيلاكسيس علشان اقلل احتماليات الاصابه في الايرلي ستيجز. هو بس الصوره دي كانت بتورينا ايه التايبس، يعني مثلا رايت سايد كولون ليجن بنعمل رايت هيميكولكتومي بنشيل كل الرايت سايد لحد تلت ترانسفيرس كولون، في الليفت سايد بشيل الليفت سايد بالسيجمويد او ايفن بريزرف السيجمويد والريتم، ممكن اعمل سيجمويدكتومي. المهم اللي يهمني في الكولون ان انا باخد 5 سنتيمتر فري مارجن اباف اند بيلو، يعني انا شلت السيجمنت اللي فيها الكانسر 5 سنتيمتر فري and 5 سنتيمتر فري on the other side. الريكتال كانسر كذلك، الريكتال والانال بدأنا نعمل preservation بان انا استخدم نيل ادجمنت تريتمنت او نيل ادجمنت كونكرنت كيمو راديو ثيرابي، ممكن يبقى ده الديفينيتيف تريتمنت وابريزيرف ذا فانكشن اوف ذا اورجن. دي حاجه مهمه. اللانج سيرجري ليها تايبس كتيره برضو بيبقى اكوردنج للديزيز ستيجنج. طبعا ممكن اضطر اشيل لانج بالكامل، ممكن اشيل سيجمنت بس، ممكن اشيل لوب. البريست زي ما اتفقنا ان احنا بنعمل واتس كولد موديفايد راديكال ماستكتومي، كنا بنشيل البريست تيشو والاندرلاين فاشيا لحد ما بوصل بكتوراليس ميجر ماسل، كانوا زمان بيشيلوا الماسل بس دلوقتي علشان بس التشست هو يبقى يعني شكله اوكي فبنبريزرف البكتوراليس ميجر، وباخد طبعا الليمف نودز الاكزيلري الليمف نودز وكان ليها ليفلز معينه بعمل لها ديسكشن. وزي ما اتفقنا لو عملت سنتين الليمف نود او لو تيومر سايز صغير ممكن اعمل بريست كونزرفيشن.
في الهيد اند نك تيومرز احنا شايفين بس الرسمه دي بتوضح انه النودل جروبس او ستيشنز اللي موجوده في النك، وكل اورجان يعني تخيلوا النك على قد ما شكل المكان نفسه بس فيري فيري ديديكيتد، يعني مثلا سب مانديبولر ليمف نود وطلع فيها سب مانديبولر سليفري جلاند وطلع فيها كانسر، انا انهي ليمف نود اللي هعمل لهم ديسكشن؟ يعني دي بيبقى ليها سبيسيفيكيشن. اللارينكس انا عارف ان احتماليات النودل انفلتريشن فيه قليله فممكن اشيل اللارينكس واخلي ليمف نودز. النيزوفارينكس انا عارف انه بيجي فاتس كولد ليفل 5 ليمف نود انفلتريشن، ممكن العين ما يشتكيش من حاجه غير ان هو عنده ليمف نود في ليفل 5 فيبقى شكلها كاركترستيك. يبقى عندي يعني النك ليجنز، عندي الهيد نك ليجنز بيبقى ليها سبيسيفيك بريدلكشن، نودال بريدلكشن، انا ببقى عارف هشيل ايه وانا بعمل جراحه للاورجان نفسه. طب تعالوا هنتكلم بعد كده عن البيزك راديو بيولوجي او البيزك راديو ثيرابي ايه هو، بس مهم يعني كام تعريف مهمين بس نبقى فاهمينهم، لكن يهمنا في الاخر البروبر مانجمنت والتوكسيستي مانجمنت.